بها هذه. لو تخلينا على هذه الحكومة وسمحنا لهم بتشكيل حكومة جديدة يا محمد، معناها خليها بين قوسين ضاعت بفضعوا في الضباب يا محمد. وخليني نقول لك يا محمد جزئية باش ما ننساهاش، جزئية يا محمد مهمة باش ما ننساهاش. تفضل. اللي قاعد يصير يا محمد اليوم، عقيلة صالح يريد طبعا بالتخطيط مع خليفة حفتر وضناه ومع المخابرات المصرية السيطرة والانقضاض على كل السلطات. عقيلة صالح يا محمد بقانون صدر في مربوعة، القانون رقم 11، عين مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. عقيلة صالح يا محمد يريد انقض على الرقابة الإدارية. كذلك اليوم بعد صدور حكم محكمة مصراتة، المحكمة استئناف مصراتة بعدم شرعية السايح، اليوم يتطلع إلى تشكيل لجنة جديدة للمفوضية بيحطها تحت ماطة المفوضية والسلطة التنفيذية والتشريعية. وبعدها وتي روحك يا محمد ونذكرك بها، القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس ليبيا إن شاء الله تعتقد بيسيبها للمنفي وجماعته. أصبر يا محمد، لو أطاحوا بهذه الحكومة لا قدر الله ستكون الضربة القادمة لعقيلة صالح وحفتر. هذا بياخذوا رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش الليبي بيسترجعوها ليهم. ماذا تبقى لك هنا في الغرب الليبي كي تقاوم به؟ كل السلطات ستكون لديهم، 5+5 وزير دفاع وممكن حتى رئيس أركان. انت شي قعد لك؟ بماذا ستقاوم هؤلاء؟ سينقضون على مصرف ليبيا المركزي حتى تصبح كل السلطات في يدهم، وبعدين عدي قاومهم وعدي حاول انت تقول لخليفة حفتر ما تجيش لطرابلس انت وضناك. طيب.